إنما جاني إنما جاني إنا يا لايم بالله خل إنا يا لايم بالله هلا هلا ما جاني إنما جاني إنا يا لايم بالله خل عشقنا مو عشق عابر عشق ما صاير وداير على استحقه بالحفر قلبنا معاشر ونحن قلبنا معاشر عشقنا مو عشق عابر عشق ما صاير وداير على استحقه بالحفر قلبنا معاشر ونحن قلبنا معاشر إن رفعنا بكل شبر راية لطم ودموع وقراية لبو السجاد مشاية طريق الحب يودينا طريق الحب إن رفعنا بكل شبر راية لطم ودموع وقراية لبو السجاد مشاية طريق الحب يودينا طريق الحب يلا مجانينا يا لايم بالله خلينا يا لايم أعلى سهرة طويلة الريد ويا الحسين مو خوش حشي بالله قول شاعرها الموفق المخلص الأستاذ كرار حسين الكربلائي عشقنا مو عشق عابر عشق ما صاير وداير على السحقه بالحفر قلبنا معاشر ونينا قلبنا معاشر إنا رفعنا بكل شبر راية لطم ودموع وقراية رفعنا بكل شبر يا لطم ودموع وقرايا لبو السجاد مشاية طريق الحب يودينا طريق خدم عجباب وبليمة كبيرة عدنا هالنعمة البشر سلطان بالخدمة أبو اليمة يعلينا خدم عجباب وبليمة كبيرة عدنا بشر سلطان بالخدمة أبو اليمة يعلينا عزيز الزهرة منعوفة وحق عباس وجفوفة عزيز الزهرة منعوفة وحق عباس كتبنا بالدم حروفة يعيش بكل نبض بينا يعيش عزيز الزهرة منعوفة وحق عباس كتبنا بدي محروفة يعيش بكل نبض بينا يعيش عشق ربالهم علة وتمنوا عنا نتخلى عشق ربالهم علة تمنوا عنا نتخلى أبد هيهات للذل أبد هيهات نموت قبال والينا نموت قبال والينا مجاني ممنون والله ممنون بابا ابو اليمة كبيرة عدنا هن ما البشر سلطان بالخدمة ابو اليمة يعلينا ابو اليمة يعلينا خدم عد بابا ابو اليمة كبيرة عدنا هن
بالخدمة البشر سلطان، بالخدمة البشر سلطان، بالخدمة أبو الهمة يعلينا أبو الهمة يعلينا. عزيز الزهرة منعوفة وحق عباس، فعزيز الزهرة منعوفة وحق عباس، وشوفه كتبنا بالدمع حروفه يعيش بكل نبض بينا، يعيش بكل نبض. العشق ربالهم علة وتمنوا عنا نتخلى، العشق ربالهم علة وتمنوا عنا نتخلى، أبد هيهات للذلة أبد هيهات، لنموت قبال والينا نموت قبال والينا. هلا مجانين مجانين يسر حيرنا تفسيرا، نحب ما نحب غيرا، نعيش بنعمته وخيره، فضل خيره يغطينا. يسر حيرنا تفسيرا، نحب ما نحب غيرا، نعيش بنعمته وخيره، فضل خيره يغطينا. باسم مراتبنا فتحنا لمواكبنا، قليل المنحرة حبنا أبد ما يوم وفينا، نعيلة باسم مراتبنا فتحنا لمواكبنا، قليل المنحرة حبنا أبد ما يوم وفينا، أبد عطشنا وهو روانا، عرينا وهو غطانا، عطشنا وهو روانا، عرينا وهو غطانا، جرحنا وهو داوانا، وإذا تهنا يدلينا، وإذا تهنا يدلينا. عطشنا وهو روانا، عرينا وهو غطانا، جرحنا وهو داوانا، وإذا تهنا يدلينا. عطشنا وهو روانا، عرينا وهو غطانا، جرحنا وهو داوانا، وإذا تهنا يدلينا، وإذا تهنا يدلينا. مجانين 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 يا لايم بالله خلينا، يا لا قول مجانين بالله، مجانين رفعنا لروس للتالي، كبير حسين الغالي، العبد يتباهى بحسين العبد، رفع راس رمح عالي، رفعنا لروس للتالي، كبير حسين الغالي، العبد يتباهى بحسين العبد، تظل دمعتنا سجادة على حسين وعلى مصابة، نضيع ونلتم بباب علي، أنا بكل وقت عين علي، أنا تظل دمعتنا سجادة على حسين وعلى مصابة، نضيع ونلتم بباب علي، أنا بكل وقت عين علي، أنا بكل حسيني يا هويتنا، المجالس هاي جمعتنا، حسيني يا هويتنا، المجالس هاي جمعتنا، أملنا هاي خدمتنا، إذا نعثرت نجينا، إذا
هلا حسيني يا هويتنا المجالس هاي جمعتنا املنا بهاي خدمتنا اذا نعثرت نجينا اذا نعثر مجانينا مجانينا امامنا الحسن في مثل هذا اليوم اوصى وصيته لاخيه الحسين قال أخي إذا أنا مت غسلني وكفني وصلي علي وادفني إلى جنب قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن إذا مانعوكم فلا تعارض القوم ولا تهرقوا من أمري أو من الدماء شيئا. هنا الإمام الحسن أوصى بولده القاسم عليه السلام وصية خاصة بعد ذلك أغمي عليه ثم أوصى بالعقيلة زينب أغمي على الإمام لما أفاق رأى أخاه الحسين وقد وضع رأسه في حجرة قال أخي أبا عبد الله أنت تضع رأسي في حجرك ولكن يوم كربلاء من الذي يضع رأسك في حجرك سيدي يا أبا محمد لقد وضعوا رأس الحسين على رأس رمح طويل تلاعب شيبته الهوى أيوا إماما وحسينا هنا قال الإمام الحسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله بعد ذلك عريض ضج ضج يا الله انواس الزهراء دار عيني في اهل بيت عريض صوتك مو توقف عريض صوتك اقعد اقعد بس شاركني بعد ذلك دار عيني في اهل بيت قال أستودعكم الله السميع العليم أعرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجله تلفظ شهادته وغمض عينه وقضى نحبه مسموما شهيدا رحم الله من نادى وإماما وسيدا وحسنا ومظلوما ومسموع اي صاحت زينب بعدني بحزن يوم الباب يا اخويا بعدني بحزن يوم الباب وضربت سيف المرادي وجان صوابك الثالي ومدري ياهو البادي وكل مصاب يطلب نوح من لازم وملزوم اي زينب لطش تصدت وشافت شبدة ابن امها لانها مقطعة وجبود جدامة ونشف دمها تقل عقب ذاك الهضم والضيم يا اخوي عقب ذاك الهضم والضيم اللي هاي الدهر ضمها
يا اهل الرحم خلوني انوح ولا تلومون، انا شفت الحسن بعيوني او شفت الطش الجدامه ويجلب كبدته بالعود. اخواني صح زينب شافت مصيبه الحسن، بس منو كان الى جنبها؟ كان يمها الحسين وابو فاضل وعلي الاكبر واولاده واخوانه واهلها وبني هاشم. لكن يوم كربلاء بعد مصرع الحسين، من الذي كان الى جنب زينب؟ بالاخص حينما طلعت الى مصرع الحسين، بيا حال شافت الحسين، الله بيا حال. تتحبون هاي الابيات؟ وان شاء الله بيها قضاء حوائج، وهاي وقفتكم ما تروح للحسن. اقسم على الزهراء بخاطر الامام، بيا حال شافت الحسين، تقول سمعت يون وتقربتني، سمعت يون وتقربت لي ولقيت الول متوسد، لقيت 1900 جرح بي، ما هو جرح واحد وداوي، أشدن يا جرح يا جرح خلي. ردنا بس من القلب ويا زينب على الحسين، على أبي عبد الله وعلى مصيبتها. سمعت يون وتقربت ليه، والله لقيت الولي متوسد، لقيت 1900 جارح بي، ما هو جرح واحد وداوي، أشدن يا جرح يا جرح خلي. يقل لك الجرح بعضا عوفي، بس جرح اللي بقلبي يا أخوي، خويا بس جرح اللي بقلبي عيني شعري، يا على كيفك يا زينب لا تلجني، يا وب ما عصبك يا اختي زينب، يا اسمع اسمع شنو على زينب، تقول طلعت الولينا ودورته دورته مذبوح بالحومة، لقيت قعدت يم وعاتبته، المثلك شلون يعوف بيت، يا خويا المثلك شلون يعوف بيت. اخواني ارد اختم المجلس، بس انا هاي الابيات تحبها انت وتنهضم، ليش؟ لانك غيور، عندك غيره، الله يحفظكم ان شاء الله. هنا يا اخواني يقول بعد مصرع الحسين، ماذا نادى، ماذا نادى ابن سعد؟ شنو نداء؟ يصيحون زينب طلعوها، طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها، يصيحون زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها، ولو بجت بالصوت ضربوها، سبوا الزكية وشتموا ابوها، مشيت للعركة وندهت،
وراع الامر وتعذر اخته لعن العمى ولا كان شفته مخضب بدمه وما عرفت لقيت الشمر ثان ركبت يا على صدر خي وحزر قمت وانا يا ظالم لا تحز الراس ولا برخه لما يبطل حشيه وانا عتب لالع لاخوت بعد وانا عتب للبلغري الحق علي عتب للبلغري الحايا يا نازل يا نبي كربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها يا الله شوفوا انتوا رايحين الكربلاء الأند غيرة على أبو فاضل والأند غيرة على الحسين كونين وبروحت الكربلاء شنو اللي يحب الحسين يسوي يعني إذا واحد متزاعل اللي عنده غيرة على أبو فاضل اللي عنده غيرة كلكم غيورين كلكم مؤمنين فالمزاعل ويا أرحامه خلي ينوي صالحه هاي هنا هذا القبول ترى ما يستحي من الحسين ولا يستحي من الله بعد هاي واحد مقاطع أرحامه ويروح يزور ترى هاي عيب الحسين ما يرضى به أو مأذي أمه أو مؤذي أبوه أو مؤذي حتى مريته ومنيته وأخيته هذا هذول ما عندهم غيرك أنت الحمى لازم تدرس عينهم وتعزهم يقول زينب حطت رجلها على كتف أبو فاضل كل ساعة عباس ونزل مع محمل الحرة يعدله صد الحسين وناشده شنه نزلتك بالفلا يقول لي يا أخوي نزلتي تدرب أختنا مدللة ما تحمل الذلي وهضفت هاي غير المؤمن غير هاي من الغيرة الدلل عيالك الله يحفظكم والنبي قال خيركم خيركم لأهله هاي كلام رسول الله بعدنا يا عزاك رحيل للحسين أبو علي كل قسوة له رحمة رحمة الرحمة ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء لعند طلابة انت إلك حق تنعزل على حساب الحسين ولا تقول أنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة والشيطان ينفخ برأسك لا وما لا هذا كله حكي الشيطان لا الله يعطي بغير حساب انت أيضا اشتطي بغير حساب لا تحسب لا تحسب تتعب دير بالك مثل زينب ملكنا فكأن العفو منا سجية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا هذا الدين هذا الله يطول عمرك به هذا حرز ويحفظ عيالك وأولادك إذا أنت مريض مهموم مغموم كلهن الله يشيلهن عنك إذا غيرت لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من يعني تتحول من قسوة إلى شنو إلى رحمة من ثار إلى شنو إلى عفو من كلمة تفرق إلى شنو إلى إصلاح ذات البين وإن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام الغاية بهذا المشي والقراية حتى نهذب شنو أنفسنا وإن خير هاي إن الله يعطينا نور وحرز لعيالنا إذا مشينا بإرادة الله الله يحفظكم ودعونا وياكم.